حكاوي أماني حكاوي زمان، معلومة وفكرة وغنوة جنان، وضفنا معانا وعيلة بدفانا نرجع حكاوي. وقعدت زمان حكاوي أماني حكاوي زمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاوي أماني، المعلومة والفكرة. النهاردة ضفتي صاحبة فكرة، فكرة كبيرة، فكرة عظيمة جدا، صاحبة فكرة كورس رسالة. عجبني الاسم وعجبني الهدف. رحبوا معايا بضيفة النهاردة أستاذة نادية سالم، مديرة كورس رسالة للتأسيس الشامل بمنية النصر محافظة الدقهلية. أهلا بيكي، أهلا وسهلا. شرفتيني النهاردة، وأصحابي أنا كمان الحلوين الجمال شرفتوني ونورتوني في حكاوي أماني. عايزة أسأل حضرتك أول سؤال، كلمة رسالة هي كلمة عظيمة، أيوة. وكلمة حد عنده مبدأ، ليه اخترتي اسم الكورس بتاعك يكون رسالة؟ هو بصراحة في يعني كذا سبب، بس أهمهم إن في أستاذة جميلة كده اسمها أماني حمدي، دي من خلالها اتعرفت على كور بتاع جروب اسمه رسالة للدكتور جمال سعد. جميل. تأثرت جدا وفهمت معنى كلمة رسالة، وفهمت ازاي ان مدرس رياض الأطفال يكون عنده رسالة، فقررت ان انا اسمي الكورس كورس رسالة. تشكري معايا على الهواء اكيد دكتور طبعا، جمال اكيد سعد اكيد محمد اكيد العظيم، صاحب الرسالة النبيلة. اكيد احنا طبعا، اخترنا بشكره اسم جدا. رسالة يكون هو في نسبة حضراتنا وفي كورساتنا. نسبة لجروب رسالة رياض الأطفال للدكتور جمال سعد. عجبك الهدف بتاع الجروب والرسالة طبعا، فسميت الكورس ايوه. رسالة. محضرين لنا في حلقتنا النهاردة حاجات حلوة أطفالنا هيقدموها. ايوه، أول حاجة عندنا اول هنقدمها إيه؟ حاجة بنكمل بعض، ليليان ويسرى، يلا بنكمل بعض. كلنا كلنا إحنا بنكمل عنوان بعض. حلقتنا النهاردة كلنا بنكمل بعض، ايوه في البيت كلنا بنكمل بعض، الأخ والأخت بيكملوا بعض، الزوج والزوجة بيكملوا بعض، فريق العمل بيكمل بعض، توافقيني؟ ايوه كلنا بنكمل بعض. انا اخترت العنوان ده علشان انا مش لوحدي، انا كورس رساله مش ناديه الحصري لوحدها. انا معايا فريق مثابر ومجتهد جدا، انا من اول دكتور سماح محمد علي، لمس سماح العطار، لمس امل الشربيني، لمس هبه عتمان، لمس زوزو عزه صالح، لمس نيفين جات لنا جديد، يعني ما شاء الله كلهم فريق بنحيي فريق ممتاز. العمل. نبدأ اكيد مع طبعا. أطفالنا، وأول فقرة جميلة مجهزينها إيه؟ ليليان ويسرى، يلا كلنا بنكمل بعض. كلنا بنكمل بعض، كلنا بنساعد بعض، اسمي واسمك، شكلي وشكلك، لوني ولونك، دي حاجات ما تميزناش، تجمع ما تفرقناش، الدنيا مش دكتور ولا ضابط مشهور، كل المهن مهمة، كل واحد له دور، ربنا ميزني بعقلي وبفكره مفيد للغير، أخلاقي وإتقان عملي هم أساس الضمير، رسالتنا في كورس رسالة بنقولها لمجتمعنا، بإيدينا نبني البكرة والدنيا كمان تسمعنا. ما شاء الله، اللهم بارك، بحييك. الكلمات الجميلة دي بإبداعك. كلماتي الأغنية دي أنا وتعاون مشترك أنا ومس نيفين علي، بس الأغاني اللي بعدهم أنا اللي عاملاها حقيقي برضه بحييك، إن شاء جميلة الله. جدا ومعبرة جدا جدا. عايزة أسألك، رسالتكم في كورس رسالة إيه هي؟ والله احنا رسالتنا ان احنا نخرج جيل، هختصرها في 3 كلمات: فاهم، واعي، اصيل. الله، يعني فاهم، واعي واعي، اصيل. واصيل، جميل. يعني مرتبط بالبيئة بتاعته، بالوطن، دي الاصالة. يكون واعي، عندنا الحمد لله الاطفال عندهم وعي عالي جدا، وهتشوفوا حاجة زي كده من خلال الحلقة. الطفل عندنا عنده وعي بالحاجات اللي بتحصل حواليه، بمواقف الخطر اللي ممكن يتعرض لها، ممكن يتصرف ازاي كده، وفي نفس الوقت انه يكون فاهم، يعني بعيدا عن بقى الحفظ والتلقين والحاجات دي خالص. بحييكي يا استاذه نادية، لان المتعارف عليه في كورسات التاسيس هي الكتابه والشطاره والاكاديمي بتاعنا، انما النهارده انا شايفه حاجه مختلفه تماما، اسم على مسمى، مش شايفه اكاديمي قدامي، ده انا شايفه اطفال واعيه وفاهمه وفعلا مرتبطه
بالحاجة اللي حواليها. ايه تاني يعني شغوفة جدا ان اعرف الفقرة التانية ايه الاطفال؟ عندنا بقى بما اننا اتكلمنا عن الوعي ففي اغنيتين عبد الرحمن. عن ايه؟ يلا عبد الرحمن هيقول لنا خطر خطر، هيقول يعني انا حددت مواقف الخطر اللي الطفل ممكن يتعرض ليها عموما وحطيناها في اغنية كده علشان ايه الاطفال ياخدوا بالهم يعني. يلا يا عبد الرحمن. وعلى نفسنا محافظين من كهربا نور سكن شباك عالي وترابزين، خطر 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 هبص لأي إزازة مش هشرب اللي فيها ممكن تكون الكبر وعليا تكون خطيرة، مش هلعب بالدبوس والمي قصي والموس مش أي حد على بقي والاسم تيدا بلعب أنا تيدا هأذي نفسي ومنتن تيدا أتعب مش أي حد يلمسني ولا أي حد يشوف جسمي مش همشي مع أي حد ولا هاخد حدا من حد أنا مش خايف أنا مش جبان ده حرصي أصحابي وأمان في كرسي رسالة مكملين وعلى نفسنا محافظين. بس كده حقيقي فخورة بيكي جدا، شكرا فخورة بأطفالي جزيلا. الحلوين، سعيدة بالكلمات الجميلة اللي أنا بسمعها وبالتوعية الحلوة قوي اللي باينة معاهم. اتكلمتوا عن إيه تاني في التوعية يا أستاذة نادية؟ في التوعية اتكلمنا عن التنمر يعني. التنمر يلا دي حاجة عن التنمر. يلا يا أيسل، يلا أيسل، يلا يلا نرجع الحاجات دي ورا. وأيسل يلا هتقول بقى بصوت قوي وجميل كده صح؟ يلا جاهزة؟ يلا اتفضل. يلا يا ايسل قولي. صحاب وصحباتي الحلوين عاوز احكي لكم شيء خطير، يا ما في اطفال حوالينا احساسهم دايما مضطهدين، ناس حواليهم بيضايقوهم واحد يديهم بالكلمه والتاني يديهم بالنظرة بغيرهم بيمد ايديهم وبضربة يكسر فيهم حاجات حلوة وحاجات حلوة. رسالة بالكرسي رسالة، التنمر شيء خطير، لا 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 مستحيل يضايق أي زميل، وانتو كمان يا اصدقائي لو حد ضايقكم على طول اجروا على بابا وعلى بابا واحكي لهم اللي مضايقكم، ماما وبابا بيحبونا جايين على طول هيساعدونا. اللهم بارك حبيبتي جميلة. هو لو تلاحظي دايما كلمة رسالة، لأن احنا فعلا بنوجه رسالة يعني، هو مش كلام وخلاص. يركزوا على الكلمة. أنا مش عارفة أتكلم قصاد الإبداع اللي أنا شايفاه حقيقي يا أستاذة نادية بجد. اللهم بارك على الوعي، اللهم بارك على، أنا حاسة إن الطفل اللي قدامي مثقف بيتكلم بوعي جميل جدا. عايزة أسألك، أنت حاسة إن أنت حققتي الهدف اللي كنت بتحلمي بيه في فكرة الكورس بتاعك؟ الحمد لله بنسبة كبيرة جدا الحمد لله يعني، ويعني مش هقول بنسبة 100% لأن احنا لسه عندنا أحلام وطموحات كتيرة جدا، بس بنسبة عالية جدا جدا الحمد لله وصلنا لها. حاسة انك راضية؟ الحمد لله تمام. الحمد لله الحمد لله. جميل جدا. احنا معانا فيديو لكورس الرسالة هنشوفه ونرجع لحضراتكم تاني إن شاء الله. علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء، بصعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انقياء. من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء، بصعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء. بين إصرار ووجد وعمل وتآخر في تفال وأمل، سلم الأحلام فيها اكتمال.
من رقي اللي رقي للضياء نحو أعلام ترف في السماء نحو رايات وصل يمنى يحاصرون دمشق. قولي يا توفيق، دمشق عاصمة ايه؟ عاصمة سوريا. طيب سوريا دي دولة عربية ولا أوروبية؟ عربية. طيب قولي مصر، عاصمة مصر ايه؟ عاصمة مصر القاهرة. تمام، مصر فيها كم محافظة؟ 27 محافظة. احنا عايشين في محافظة ايه؟ القاهرية. الأيام مفردها ايه؟ يوم. اليوم فيه كم ساعة؟ 24 ساعة. والساعة فيها كم دقيقة؟ والدقيقة فيها كم ثانية؟ 60. طيب النص ساعة فيها كم دقيقة؟ فيها كم؟ تمام. والربع؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. كم أركان الإسلام؟ 5. It's my house. It's burger. I don't have an umbrella. I don't have an umbrella. من علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء. ورجعنا لكم مرة تانية، الفيديو رائع، بيقول كورس رسالة مش بيقدم أي حاجة لولادنا، أطفال مثقفة، أطفال واعية أكاديميا كويسين جدا، والنهاردة بنشوف وجهات تانية للحاجات الحلوة اللي بيقدموها. أنا بحييكي. اسم على مسمى. أستاذة نادية، في صعوبات قابلتك؟ أيوة طبعا، الفكرة في حد ذاتها جديدة، كورس تأسيس، فالناس بتستغرب إيه كورس التأسيس ده. هو الكيجي كورس تأسيس، وكمان لما بيعرفوا أن أنا بدي علوم ودراسات ومعلومات يعني حقيقية بيستغربوا ده كتير. ده قبل ما يعرفوا المنهج الجديد. الحمد لله أنا بطبق الكلام ده من قبل المنهج الجديد، فالحمد لله الناس شوية. عملت بقى اجتماعات أولياء أمور، ليا عدد كبير جدا من صديقاتي، فبقوا مقتنعين جدا بفكري، فبقوا يقولوا لأصحابهم، فالحمد لله الدنيا حاسة أنك قدوة للمعلمات اللي معاكي، حاسة أنك قدوة للأماكن اللي حواليكي اللي شايفة شغلكم العالي القيم ده. الحمد لله احنا بالفعل اصلا في، يعني هو انا كان كورس تاسيس واحد بس، هو اصلا ما كانش في حاجه اسمها كورس تاسيس. فمن بعد ما احنا اشتغلنا بالفعل، ومن بعد ما حققنا الحمد لله مستوى كويس جدا، وعلينا الحمد لله اقبال كويس جدا، اتفتح مثلا في بلد زي بلدي اتفتح حوالي 4 أو 5 غيري. بتزعلي لما حد يقلد شغلك؟ لا ابدا، على فكره انا بحس ان ده نجاح. على فكره انا افكاري كلها معروضه على صفحتنا، كورس رساله للتاسيس الشامل، كل افكاري معروضه، حتى يعني القريبين ليا يقولوا لي احتفظي بحاجه لنفسك. بس لا، يعني انا شايفه ان الفكره رزق ونعمه من عند ربنا، فربنا قادر انه يرزقني تاني، فانا صح. ما ادخلش. ربنا يبارك فيكي. اطفالنا الحلوين، ايه الفقره اللي بعد كده؟ معانا قاسر، هيقول هيشرح لنا ايه. تعالى يا قاسر، هنا هتشرح لنا هنا ايه. بالراحه، ونجيب المايك في ايدينا ونمشي بالراحه. تعالى العلوم بقى. العلوم كنا بنتكلم بقى عن العلوم. العلوم عندنا بقى مش عصفوره وكتكوت وكده. هيقول لنا ايه قاسر؟ اتفضل يا قاسر قول. انا قاسر، هشرح لكم دلوقتي الماده. الماده هي كل ما له كتله وحجم، ويجب الحيز من الفراغ. حالات الماده: صلبه مثل الحجر، سائله مثل الماء، غازية مثل الهواء في البلد. يا آسر، هل يمكن تحويل المادة السائلة إلى مادة صلبة؟ أيوة، أول ما حط المادة السائلة اللي هي المية في الفريزر تتحول لتلج، والتلج لمادة صلبة. هل يمكن تحويل المادة السائلة إلى مادة غازية؟ أيوة، بالتصهيد. أول ما حط المادة السائلة اللي هي المية على النار تتحول لبخار. نقرب المايك ونعلي صوتنا الجميل ده شوية. والبخار مادة غازية. طيب البخار بنشوفه فين كمان يا آسر غير أول ما نيجي نستحمى مية سخنة يطلع بخار. البخار. طب ممكن نتكلم واحنا بنبص في الكاميرا عشان الاطفال اللي بتتعلم منك؟ برافو عليك. البخار ايه؟ انت بتقول البخار ماده غازيه. غازيه.
طيب طب ايه المشكله؟ انت بتقول ان لما بنيجي نستحمى بيطلع بخار، تمام؟ ايه اللي بيحصل بقى بعد كده؟ نفتح الشفاط ونفتح الباب ست. ليه نفتح الشفاط والباب؟ عشان البخار ما يخنقناش. ليه البخار ممكن يخنقنا؟ عشان البخار ماده غازيه. احسن ما شاء الله، اللهم بارك. ندي المايك لحضرتك. عندنا كمان هنقول الفقره اللي بعد كده بدر، عشان انا عايزه اسمع كل اللي انتوا عاملينه النهارده. عندنا بدر هيشرح لنا ايه. نعدي من الاول. نعدي من هنا. برافو عليك شاطر. يلا يلا يا بدر. انا يا بدر هشرح لكم دلوقتي خريطه مصر الاداريه. احنا عايشين في مصر حبيبي. نقعد يلا دولة. شاطر. يحكمها رئيس مصر الحالي اسمه عبد الفتاح السيسي، وزي ما انتم شايفين كده مصر فيها 27 محافظة، واحنا عايشين في محافظة الدقهلية. لو جينا كبرنا محافظة الدقهلية، نقرب المايك على بقها، نقرب المايك عليه. شاطر. لو جينا كبرنا محافظة الدقهلية كده يبقى فيها 15 مركز، واحنا عايشين في مركز مدينة النصر. دي كرة مركز مدينة النصر، ودي قرية الدركسة اللي فيها كرسي رسالة، ودي صورنا بتاع كرسي رسالة. جميل. طيب ايه الاصفر اللي هناك ده يا بدر؟ وده شعار محافظة الدقهلية، وده علم مصر ثلاث الوان، احمر ابيض اسود. اللهم بارك. تمام. حييك. احسنت يا بدر. هايلة. اتفضلوا. تشكري مين في اخر حلقتنا؟ لا كتير قوي. انا طبعا احب اشكر زوجي بجد والله العظيم. انا لو قعدت اشكره لحد اخر نفس ليا مش هوفيه. واحنا كمان بنشكره بجد. واحب اشكر ماما امي بجد، هي العمود اللي انا واقفه اللي هو يعني حياتي مبنيه عليه. واخواتي احمد وعلاء. احب اشكر عمي استاذ سيد الحصري، هو عارف هو عمل معايا ايه، بيشجعني تشجيع الاب وبينصحني نصائح المعلم. احب اشكر استاذ علي المهداوي عم اولادي، لانه استاذ كبير وقدوه، وهو قدوه ليا في التعامل. احب اشكر كمان الفريق العمل عندي، واحب اشكر في حد كمان كتير. احنا كمان بنشكرك ان انت كنت معانا النهارده، وبنشكر اطفالنا الحلوين. وعايزه اقول جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل، هنعلمه احسن تعليم، علشان نبقى لازم نقواه ونكمل بعض يا حلوين. في اخر كلامنا راح نرمي سلامنا ونودي حبايب طيور احلى جنه. اشوفكم بخير ان شاء الله في حكاوي اماني الحلقه اللي جايه. سلام عليكم.